يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال الله تعالى: وكان أبوهما صالحا. هذه الآية ذكرها الله عز وجل في قصة موسى مع الخضر. قال سبحانه وتعالى في هذه الآية: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. هذه الآية فيها أن الله عز وجل حفظ الذرية بسبب صلاح الآباء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حفظ بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاح. وهذه الآية فيها وسيلة عظيمة من وسائل التربية، فكثير من الناس يشتكي سوء ذريته وهو لم يبذل أسباب صلاحهم. ومن أسباب صلاحهم صلاح الوالدين في أعمالهم، فيحفظ الله الذرية بهذا السبب العظيم. وصلاح الوالدين قدوة للأولاد وحجز لهم عن كثير من سيء الأخلاق. ولا يغفل المرء عن بقية وسائل التربية كالدعاء والنصح والتوجيه والإرشاد، والهداية والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن المسلم عليه أن يبذل الأسباب التي تسبب صلاح الذرية. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً.